السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لكل بخر. قبل أن نبدأ أردنا أن نوضح نقطة أثارت بعض النقاش في الحلقة الماضية. هذه النقطة كانت تتمحور حول موضوع الهجرة. نحن في بكل فخر لسنا ضد الهجرة، بل نؤمن أنها خيار طبيعي في حال غياب الفرص داخل الوطن، أو إذا كانت الهجرة تفتح أبواباً أوسع لتحقيق النجاح. ولكن هدفنا الأساسي هو تحفيز أولئك الذين يملكون فرص هنا على أرض الوطن ولا يستفيدون منها، بل يتعالى بعضهم عليها أو لا يدركون قيمتها الحقيقية. بعيداً عن ذلك الموضوع، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نعود فيها مجدداً للتركيز على العمل اليدوي، المهن التي قد ينظر إليها البعض بنظرة دونية، ولكنها تشكل العمود الفقري لاقتصادنا وحياتنا اليومية. سنلتقي بالمهندس سيدي الذي يعمل في إصلاح المكيفات، مهنة تتطلب جهداً وتفانياً كبيرين. ومعنا أيضاً مدير مهرجان ترانيم محمد علي بلال، الذي انضم إلينا ليشاركنا تجربته مع هذه الفئة من العاملين. هدفنا واضح، تحفيز الجميع على تقدير العمل الجاد، أكان هنا أو في أي مكان آخر، لأن النجاح يبدأ من الفرص التي نمتلكها لا التي ننتظرها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. أهلا أستاذ محمد علي. أهلا وسهلا أستاذ سيدي إبراهيم. مرحبا وسهلا. إذن مع مدير مهرجان تراني محمد علي بلال ومهندس المكيفات سيدي محمد إبراهيم سنبدأ هذه الحلقة، وقبل كل ذلك نشاهد هذه التجربة من خلال هذا الفيديو ونعود لكم. السلام عليكم. وعليكم لباس سيد خان. تسوون مني؟ والله ما عندنا بعد، عندنا بعد حد صايب. سيجي انت صايب والله. حدث عمل ضروري ترى. عندنا زبون تلفون برك. قعدت صايب له. شلون عنده كريمات زهرة قال انها خاسرة فيها مشكلة ودار حد خرصها لي. تروح عليه يتركب. هي اللي يتركب. والله والله. صح. ايوه يعطيك. اي والله يعطيك تقبل ما تريد. مرحبا سيدي. خير خالد. مرحبا صباح يا قريب. يا لاباس. يا خير. ايوا شغله خالقه. ما ناس كما تزال. اه في ذاك محمود خالد. ترجع خالد والله. ايوا تو ما جاي. بسم الله عود لكم. كيف جابك مدانا؟ بسم الله. لا قبل مريت قبل مريت. من لا. أنا جايس عشان أنا سبحان الله. أنا من قبيلة أتي أتخمم فيك. أتخمم عن أتخمم اليوم عن الشغلة لا ياسر عنها. بسم الله. وفي ذاك.
هون كل ما زر مالي لي تعدد هون. الله. ايوه صابون. هاي بحية هم الناس الأولين. إيه والله هم الناس صار كدولين. إن شاء الله ونعتقدون كل ما تزورهم هنشوف هاي الدنيا راعي هون. هنشوف هاي الدنيا راعي كافي نبي. سين كافي تبع. سين. جيد. بواعد أكثر. هاي وجيد جيد وافي ذاك. إيه بسم الله. أنا ما عندي رجلة للكرة. توب. وادي لله الحديد. لا الحديد لا الحديد كرة ما طلع عنه قطق بعضي ساعة هناك فيها. شو ما كرة القزرة اللي ما متين. كرة إله هذا كرة اللي لا لا تمشفات. تراضع عين معاه. لا وما عرفنا تراضع شفت أكوي مساك. شفت كارلوس. كارلوس الصابوي رحمه الله. شوف مين من لاك وراه تموت والاو ما تريد لا يبقى من وشي كرات تموت ولا لا وفيك ما عليك مشكله خلوه لي انا السيد كامل خلوه لي انا هذا تربي وفو والله او حتى زاد مولي قطر عني وفيت انت شتو بدي بسم الله دي ستيكيه جات ديريكت ما شاء الله برودك يا الله شفت ان شاء الله قلصه قلصه بتبارك الله ما شاء الله
خلصة. قال نقول لمحمد الحافظ يعد الحلقه هنا تيا ما تنقص حق عن هذا قلص من القناه ان شاء الله الزبوده كريان نقولوا له حاله ان شاء الله برودك يا الله ايوا بسم الله ايوا نطفو والله خلاص ايوا انا قبل فاضل لنا نمشيو ما نطس اكيد ما كريان نطس صح هنا تيا ايوا بسم الله يلا يلا ما شاء الله ما شاء الله عمل جميل تبارك الله. أنا في الحقيقة فاجأتني أستاذ محمد علي بهذا المستوى من الحماس والنشاط ومصر أنك ترفد ومصر أنك تطرح وأصرينا في فريق العمل أن نعتوا ذاك العراق اللي تصبب فعلا وكان جاد. أنا فعلا الموضوع كنا نختاره نعتوا المشاهد طريقة عمل العمال اليدويين في الميدان ولكن محمد علي أصر أنه يعيش المشهد حق حق. شكرا اولا شكرا عنكم اعطيتوني الفرصه ان نعيش اوقات من العمل اليدوي مع منشف سيدي وهذا حقيقه يعيدني شوي لمرحله الشباب عني ماني قابل عني اكون ما زلت من الشباب شباب ما شاء الله الحمد لله 30 سنه للعمل خدمه المجتمع العمل التطوعي وعباره العمل التطوعي عباره عن نوع ثاني من التنيفير نوع ثاني من التنيفير للمجتمع والحمد لله انا اشتغلت مدالي في العمل التطوعي العمل المجتمعي وعدلت ياسر من الاشغال اللي ولو عاد دائما تشاف في تشاف صورتها النهائيه ديك الصوره الجميله والصوره المتنوعه يا غير حد بعد يعرفك في المهرجانات يعرف انك ترفد وتطرح بدايتها كامله لا تنيفير بدايتها لا تنيفير يا غير ياسم الناس يشوف ذيك الصوره الاخيره وشك عن ما سابق ياسم تنيفير انا عملي كامل انا نبقي تنيفير يعني نحس في نوع من اللذه خدمه الاخر وإعطاء ملي إعطاء المثل الأحسن لياسر من الشباب اليوم اللي أنت مهم عندهم واللي يعتبروك مثل واللي يعتبروك قدوة لابد تحسسهم عن خدمة المجتمع عن جزء من المسؤولية الكبيرة اللي مسؤولية اللي على عواتقنا عواتقنا كاملة جميل وحقيقة نشكر سيدي وعنه أعطاني الفرصة عني نواكبه في ذاك النهار غير مازال شهور شوي من الدقديق ما بتعطيني انا سمعت قبيل عجلان يختير انا وهو ياك سيدي بداية انتم ايش حقكم لباس؟ مرحبا بكم سيدي الشاب منين؟ الشاب اللي احنا كان من يلعب معنا احنا التكنسيات عندنا هم اللي كالعادة احيانا تعود الوقت عندكم كاملين والله؟ عندنا دائما كاملين لاني مو حراسي الحقيقة عند احيانا بعض منا يعود عند تمنية طلال رواية ما عنده فيش وهو طرالو طار ما عنده فيش لا بد من يجي خرص الناس شغلتهم شنو هي عرف عم تكنسيان حين سؤالك سؤال هو لو كان جاي يعدل الكلمات يسار ما هو جاي للحلقة مدرى كانوا لا يجي يعدلها لا يجي بعد ساعتين لا يجي بعد ساعتين إن شاء الله زين نفوت يوفي البرنامج لك في حلوة قد عود مازال جاي إذا فات الحلقة ما جاء على أنه ما جاء إذا جاء علينا مزات لا سكوند واحدة من الحلقة لين دخلوا فيها لين دخلوا زي ما دي نقول نعطوها الله ما إن شاء الله إن شاء الله سيدي شنو تقييمك العمل أستاذ محمد علي معاكم تقييم جيد جدا لا بدون مجاملات احتسبت عني دام معايا عامل يمشي معايا من العمال اللي دائما إن شاء الله ماتريال يعرفه وأكتف في شغلته يعني ديسبونيبل والله الحمد لله
ما شاء الله ما شاء سيري. الله والله سيري وقع سيرهم لين خسر واحد راني عدت له فايز ايوا تبعت سيري تو ما قال عام زاد جيت من جديد انا مودي دا السيري محمد علي طبعا هذا الحماس اللي عندك طبعا هو دليل على المنبع ودليل على أهمية الرسالة اللي جاياك تقدم في هذا البرنامج وهي رسالة كل شخص يحس بالوطنية ويحس بالانتماء لهذا الوطن ومهم عنده مولي مستقبل هذا الوطن. من رأيك كان محمد علي هذه التجربة اللي عشت مع سيدي من رأيك كانك حسيت فعلا بقيمة هذا العمل وبقيمة دخله إذا دخل؟ شكرا. أولا مهم عندي العمل وفي إطار كما قلت في إطار العمل المجتمعي أنا الحمد لله مكون معتمد مجال التدريب على التنمية الشخصية وكونت ياسر من الشباب في عدة مجال على التنمية البشرية في مجال العمل مجال ياسر من الأمور اللي خاصة الشباب اللي تقدر تعود ما أجبر فرصة في القراية ما أجبر فرصة عنه يقرأ وعنه يقبل شهادات واليوم هذا الشباب يعتبروا ياسر من الناس عنه عالع للمجتمع لأنه ما قرأ وعنه ما أجبر شهادات وعن مصيره دائما الشارع ولين نقول الشارع هو على الشارع مفهومه الكبير معناه عنه التبنضي معناه عن السرقة معناه عن استعمال المخدرات وهذا خطأ في حد ذاته ودائما نقول مثال دائما نقول في إطار التكوين نقول عن الناس كاملة ما هي اللي تقرأ حتى إذا قرأت عنها ضروري عنها تقرأ حتى إذا قرأت كاملة ما هي اللي تقبض الشهادات عليا كاملة وإذا افترضنا قاع عن الناس كاملة قرأت وقبضت الشهادات عليا كاملة ما إلى يتشقل دولة ما تقدر تشقل الناس كاملة إذن ما معناه أن حد يقعد ما معناه أن حد يقعد ما معناه أني لا ما قريت نقعد وما معناه أني مري لا قريت وجبرت الشهادة عني نقعد نحاني الدولة اللي تشقل دولة أرضت تشقلك غير الدولة ما تقدر تشقل الناس كاملة هذا ما معناه أن قلنا على الدولة ما عندها جانب في الرواية أرضت عدل غير يارتنا إحنا كشباب عندنا المبادرة يسوى الصدو اللي قرأوا وقبضوا الشهادات لا بد لك من التكوين على ممارسة هذا الشيء أصل حاجة حتى يسوى الصدو اللي قرأوا وقبضوا الشهادات لأن اللي شفنا عن جل الشهادات أنهم لا يتماشى وقع مع متطلبات السوق اليوم معنى عن ذي الأعمال الحرة سواء اليوم نتكلم عن تعديل تقنيات الكليماتيزر عن السوق محتاج لها خطأ ذي الفترة هاي فترة الصيف ما في مرقاج اليوم فقر رجاج اليوم ماذا هو عنده فانتيلاتير وعنده كليماتيزر لا بد له من البرود لأن يعني الحر عاد إذا معناه عنا نحن محتاجين عنا نعود نعرف هذه الشغلة غير مولي لا بد من التكوين تكوين أساسي في رواية ما يالتنا نقص رواية ما نعرفه غير يالتنا نبذل الجهد ياكن تكون في هذا مهم جدا. أنا لاحظت أن الأستاذ محمد علي في هذا الفيديو لأنه ما قبل إنه يمس كره به اللي ما يعرفه لا عقبله يتعامل معه ونحن لاحظنا في الفيديو انه يلسعك مرات يقدر تعرف طريقه التعامل معه ترى كان حد ذي رساله بالنسبه للمشاهدين لا يتحمس حد يقوم قايس كل ما زالت يعدلهم فهم خطوره يلا عود يعرف على انها موجوده صحيح. متعلقه باللي ينقال له كره انا صديت على سيدي قلت له سيدي صوتي عنك الكونتيريه كان قد قلت واصل صحيح والله قلت لي لا 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 نحن ذا متعودين عليه وعندنا طرق نقدروا نتعاملوا به معه ترى كانوا قد حكمك كره حكمه مانعه والله قط كردني في البداية مانع وفي السحاب ومدي بسم الله والله وعطيت تقريبا اسبوع انا زري كامل اكحل لا حول ولا قوة الا بالله زر كامل عند حكمك ينشط والله نين قلت لك لا طام ولا انا عن حذايا حد فهم وقباط شرفة توف ودي تعامل معايا بي ونحن تبارك مع كابل وفي السحاب وعندنا مرة ضعيفة رحمة الله عليها وعليها لا بد لهم كنوا مع الزر يقسم وعيطونا توف وكوران خاسر عليهم ستره عندنا لا بد من تباركوا معه طبعا بعد الله عني بعد الحمد لله سلكت منه ورجع كرة والحال طيت أسبوع أنا زري بعد يا قار هذا منك يا من عن خطورتك هي رسالة واضحة لأنه سيدي بداية حكم كرة وهذا الموضوع ما عاد بالنسبة له عائق إنه يواصل المهمة لأنه هو لا بد تعود في مطبات قال هذه المطبات عبارة عن تجارب يلا رجاج استفاد منها حد مقبل على هذه المهنة هو لا بد له من تكوين فاهم؟ إني يخلق التكوين لا يخلق الإبداع، إني يخلق الإبداع لا يخلق السمعة، إني تخلق السمعة لا يخلق الفضة، وبالتالي الفضة هي هي هي, 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 هي الثالثة ولا الرابعة، وبالتالي ما تعود هي التالية في ذي الحياة كاملة. شو طريقة تكوين الناس على التعامل مع خطورة الكهرباء؟
يالت بعد قاعد الانسان ما يشرع الروايه ما يعرف هي الاولى. يا قرن مولي ما يطعد تكون يعرف من اجل ايش؟ من اجل مصلحته هو ومن اجل حالته عنه شاف سلك والله شاف دار ترجف والله شاف قد يدخل اي تدخل لا ما صوت الكونتري ما مود يعرف الخطا ويتلفن على رقاش حتى عنه خطا بسيط جدا. قال يعود خطا 200 لابد دائما من يعود. كل رب اسره يعطي بعد يعرف قاعد اليوم هذا في ذا الزمن اليوم يعطي يعرف الكتريستي ويعرف البلومبري السباكه ويعرف مولي كلمات زارات بين ماتل اليوم هذا مرتبطين ما هو في دار مرتبطين كاملين مرتبطين كاملين جزء لا يتجزم كل واحد منهم. قال اليوم لين يعود كل اب اسره يعرف هذه المهنه والله عنده بعد عنها فكره ما بعد قد تشعل داره تتشبال اليوم واحدين شاعلي وتهم في كراج حارقها كوب سيركوي بينهم ما عندهم فكره يقدروا يعرفوا الطريقه اللي ما لا يقصوا قاع الكونتيري صوته. انا قاعد جيت دار كونتيري دجوكتير ما هم قاعدين يصوتوا دار كامله اسره كامله شاعر زر من دارها ما هم قاعدين يصوتوا دجوكتير ما هم عارفين الطريقه اللي يصوتوا ما هم عارفين دائما الاسود وزر الاحمر يعني ما هم عارفين ما هم عارفين الطريقه اللي يقدروا يصوتوا على ذا يلا يقدي ولا يلا يطفي الدنيا نصها شعال هم هذه الروايه قاعدين فيها احنا هم اللي المجتمع يعطينا نعرفوا عن هذه المهن لا بد لها منا جميل بدالها من ياسر سيدي لاهي نتحولوا لصديقنا والله لاهي نسولوه سابقا زميل وصاحب الورشه مولدي لاهي محمد ينقال والله محمد عبيد لاهي نسولوا مجموعه من الاسئله ونرجع نسولك كانك انت كانك رجيل والله ما انا كذا والله طبعا محمد تقرا انت شفناك جاك اتصال كنت هو البطل البدايه افتتحت لنا هذه القصه ذيك المكالمه اللي كانت نتيجتها اعلنا استاذ محمد عالي وسيدي اجتمعوا في هذه المهمة النبيلة اللي هي قول لي بعيدا عن هذا شن هي بداياتك في المجال وش تميتني عدت مهندس مكيفات من رأيك كانت عندك طريق معينة بدلتها وقست طريق أخرى وعدت مهندس مكيفات والله زمني الأول كنت نقرأ وهم وفيت من القراية تحولت أول شيء شهر حديد شوف راتك شيء بعد ذاك تركت عني ذاك المجال واخترت للمجال الآخر اللي قال له التبريد مشيت درست في مدينة أطار عامين الحمد لله هم رجعت لعاصمة نواكشوط عدلت فيها الحمد لله زمني كنت ندرب أول شيء يا رولي حد اني سابق المحل حد اني فتحت المحل كنت مع شخص هو اللي علمني نمشي معاه شوف طريقة عمل شوف طريقة معاملات لعدل كامل قدامي انا حاسس انك فخور براسك وذاك الفخر نختار ونسمعه في كلامك ونختار ترفع صوتك مولي تعود فعلا اسد في الميدان سؤالي لك انت في ملاحظة اللي تتذكرها تحس بالفخر على انك اليوم مهندس مكيفات وعلى انك عندك سمعه والناس حاسه بيك والتلفن لك وتجي، ذيك اللحظه اللي كانت بالنسبه لك هي لحظه ضعف. لحظه حسيت انك فيها ضعيف وانك لابد من توقف مع راسك ولابد من تدخل الميدان ولابد من تعدل شيء. ذكرنا بذيك اللحظه عيشنا من مختين وسمعوها منك. والله بدايتي الحمد لله كنت متحفز اللي دخلت المجال تحفزت حتى عليه وبقيته مشيت الحمد لله نسعى فيه. رأيت فيه الحمد لله ياسر من الصعوبة ياسر قضيت زمن نخلع من كراه شوي ما كنت عزام عليه منهم رأيت زملاء هو اللي عزموني حتى على كراه قلت خوف منه الطريقة اللي تعامل بها معاه لذا صباحت اليوم الحمد لله لين قال له كراه عن جاء انه نبدأ الطريقة اللي تعامل بها معاها زين نحن صديقنا ما فاتجه وبالتالي لا لين اعطوك انت شيء من وقته من رايك كانكم انتم عيتوا تعودوا معكم ملتزمين بالوقت؟ لا هذا سؤال مهم عندي لا لا الوقت الوقت وقت حق بعض هو سمعت انه ما عجبه اللي يحسوا عنده عمل كلمات زرع عدلها واختر عنك كلمات زرع عدلها؟ معناها هذا من محبتكم انتم لعملكم لان يعني كنتوا عملكم ما لاحقوا شيء، انا بالنسبه لي ما اعرف كان ايجابيه ولا سلبيه، هو عمل عاد بالنسبه له
روايه يبقيها ما لاحقش، وبالتالي يختار مش عادل كلمات زر المده عن يجي يرد مرده، وبالتالي ما هو من اهل المراد من اهل العمل صح؟ طبعا احنا مالنا هنا طبعا طبعا العمل اقدم منك، احنا نختار منكو العمل اقدم منك كل شيء ها، وبالتالي وما من اهل الاقوال من اهل الافعال ها، وانتم لو كانت حاسب كل ما زال ما كنت تقعد نظرك حق لا لا، وبالتالي قبلنا لكم يوم الحد، وبالتالي نعرف ان يوم الحد دائما تعود فيها تعود فيه الفرص اقل. والله محمد نعم شكرا لك، كانت قصتك ملهمه جدا ومهمه، فيها جانب مهم جدا متعلق بالتكوين، وقلت لي انك ما كنت رجيل على كرة سيدي. مرحبا. درا كانك رجيل حتى مودي رجيل، على نقول لك عني رجيل بروايه عني كنت قاعد 2009 ما كان راح جديد عايق للدار، امراه واحده تصير على العيال كاملي ودبو ماشي هو الحمد لله ولله الحمد، وخرصت ترك طافلة تقرا والخو واحد في قوت اليوم وانا لا عايق، لم تقيس العمل من العمل البوتي جي لها في اللي طرح راس هوالي، انا القرايه ما لحقت فيها رياضتي نلحق. قعدت مع راسك؟ قعدت مع راسي قاعده واحده في نهار، يعني في نهار واحد مدي خلصت 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 ما حلاش ما وديك الدار اتطرطق قام فولياتهم دقدقوا تلقاي لك يعلم الله، وجزا الله خيرا مولي المهندس كبير عندي جازي بالاحسان اللي هو الفاضل نرجع له اللي هو عمر والداع والخالد الكريم جزا الله خيرا مكرثم سيدي حامدين اللي منين جيت بذي الحال اللي انا فيها قالت لي عندي تكوين مهني اللي هو معهد محاضر لا تبقي تخش فيه تعلم اي مهنه تقيتها، قلت له والله من ذاك النهار الى حد الساعه ما نحس به ما هو عني رجيل 100% ما شاء الله، ما نحس به ما هو عني شخص قد نعود اجبرت ماده تبني لي حياتي يا قال امي وقفت انا براسي. هي هذه القعده اللي تحول الاستاذ محمد علي، ومحمد علي هو مكون ايضا للتنميه البشريه، وطبيعي جدا هذه القصص وهذه المواقف هي تاخذ عليه دائما وجود الناس تتكون. استاذ محمد علي قال سيدي مهم جدا وملهم قال على انه كان قاعد وحس انه عالق على اسره، وبالمقابل راني معتذر من بعض الاصدقاء اللي الحقيقه اللي معاهم اللي خلق لي معاهم قصص معينه. في الحلقه الماضيه تكلمت عن هذول الاشخاص اللي يعودوا قاعدين مع اسر، وهذول الاسر مصيرين عليهم وما يقدروا يعدلوا شيء في المجتمع ويقدروا ياخذوا ويقدروا يعدلوا. صحيح هذول الاشخاص فيهم واحد والله اثنين وقدروا يعودوا يمثلوا خليه كبيره يعطينا خيره وسلامتها كانوا قاعدين يخرصوا الحلقه الماضيه وتكلمت انا عن هذا الجانب على انه فهم واحدين عالق على الاسره انهم كلهم يقدروا يوقفوا ويشتغلوا ويدخل ولو لا الفوقيه. ما انا متكلمين عن رواتب فعلا خارج موريتانيا نعرفونها اكثر في خصوصا في بلاد العمسان في الولايات المتحده الامريكيه وهذا حيط المكسيك اللي رصفوا الناس كامله نعرفونها اكثر. يا قيرت ما قديت تهاجر، احنا متكلمين عن هذه النقطه ما قديت تهاجر معناها انك تم قاعد تخرص قوم اشتغل دخل الفضل ذيك الفضل بقيت عدل بها مشروع ما قدرت عدل بها مشروع هاجر بها ودخل اكثر منها. وبعدين احنا ما انا ضد الهجره يعني احنا ضد حد يتم قاعد هذا اللي قال سيدي انتم سمعتوه وسمعتوا ايضا قال محمد اللحظات اللي حسوا هم فيها لانهم لابد انهم يغيروا شعور الافضل حسوا بالمسؤوليه وحسوا انهم يلا عدوا ماده فاعله في المجتمع. صحيح هو اللي قال نموذج جل الاسر الموريتانيه، جل الاسر الموريتانيه اليوم جل الأسر الموريتانية اليوم تجبرهم معيلاتهم نساء، بعض من الأحيان يعودوا رجال ما عدلوا واجباتهم، كثير الطلاق اليوم المرأة تتحمل المسؤولية الأسرة نهاية. كاملة وتجبر امرأة عائلة أسرة كاملة، حتى إذا افترضنا عن الأسرة فيها شخص تجبر فيها شخص واحد يشتغل غير فيها قرية من 10 رواقيج ولا 12 رقاج قاعدة تحاني ذاك الشخص يموت شهره ياك يعدل ليك الحاجيات تحاني. وفي مجموعة من الشباب سواء كانت ذكور سواء كانت إناث ما هي واحلة في شيء تلفوناتها بقى ما شاء الله وزينين تلفوناتها وكريديهم ما يفرق الفقراء اليوم عنده وكريديهم ما يفرق كريديهم ما يفرق هم ما يعدلوا سبب حق هذا عالع على الأسرة وعالع على رسمهم والوقت ماشي وما هم قادرين يعدلوا شيء. وانا مواسي عن اليوم التجاره سواء منها
التجارة التقليدية اللي كممارسة بيع البضاعات ولا شيء، والله التجارة تقديم الخدمات كيف يقدم رقم جبين هذا انه عامل مهم للشباب اليوم انه يوحل شيء. يعني الان نرجعوا القضية اخرى هي قضية التكوين، لان التكوين صحيح بعض من الاحيان شي من الناس يساعدوه موهبته واهتمامه والفرص المتاحة، لكن التكوين هو كليه والمفتاح، ولا التكوين هو التكوين صحيح الاساسي صحيح. ودي فرصة انا نقول لوزارة الشباب والتمكين انا يجب عنها تكثر مثل مراكز التكوين المهني خاصة في المناطق الهشة والمناطق اللي كثرت سكانها محتاجين للنوع من العمل صحيح. لان في جيل كبير من الشباب اليوم ما قد يقرا، واحدين يقعدوا يختاروا يقراوا يا غير ظروفهم الاجتماعيه ما خلاتهم عنهم تقرا، مثلا التركه اللي كثرت اسرهم. انا اشوف على ان التكوين هذا انه اكثر عملي بالنسبه لي انا من النظريات، اصل حاجه انه ممارس ميداني، تعلمت روايه ايوه. رجال اليوم عنده مهنه، حد اليوم عنده مهنه ابدا ما يقدر يكتلوا الفقر ولا يقدر يكتلوا الجوع، لان هذه المهنه ذا هي السوق يتطلبها يوميا، يحتاج عليك تعود متكون فيها غير ملي، يحتاج الروايه مهمه، وذا دورنا نحن كشباب نشتغلوا في ذا المجال. هذو المهن الحره عندهم سمعه سيئه داخل الاوساط المجتمعيه، قلت الضبطه دائما يقول مثلا مصنوعات ما مضبطه، عداله كلمه تجارات ما مضبطه، تكنسيات ما مضبطه، يجب علينا نشتغلوا على السمعه، ولا يجب علينا نشتغلوا على الصوره، خاصه الشباب الحمد لله المتعلم اللي فاهم روح، يجب علينا نقيروا الصوره اللي مثلا قد يقعدوا ولدوا واحدين اخرين داخل وهو السبب ذاك النهار نقول له كره توالات وانا خليني على التسيري هون قاصد به قضيه الضبطه. هي الضبطه نحن دائما عندنا مشكله في اللمسات الاخيره. تجبر الرجال جعد دار زينه يا غير ذوك الديتاي التاليين اللمسات الاخيره صحيح يخليهم. شوف واحد متبارك يعدل كلمات زيرو ولا يعدل الضوء نقردال، ذوك اللمسات الاخيره الغلاف اللي يحميك يعني. الغلاف اللي يحميها تجبر فيلات ما مديروا عليهم كاوت شايف، دونك ذيك اللمسات الاخيره دائما نهملوها. وهذا اساسي في العمل لانه يعطي صوره اخرى للزبون، واي حد له يجي لدي الدار ولا يجي للعمل العمل من المعدول، هذا عمل زين مضبوط من المعدول معدول، اذا انت خليت عملك في النهايه هو سفاره صحيح يتكلم عنك، يغلين نشوف من ذي الروايه ما هي زينه ولا هي مضبوطه ولا كذا وكذا، تفوت 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 وقاعد بشكل عام حتى كامل اتقان الامانه ما عنده مشكله. اذا معناه انك في مهمتك تشتغل عليها وتجبر تجبر تجبر عليها تجبر عليها المال، ايش معناك تخلي صوره حسنه ذي الناس كامله اللي تتعامل معها، وفي طبيعه الحال الناس دار الروايه جيده. زين ليت وجالك سيدي ومستنى ان شاء الله الاستاذ محمد علي مولي لين نصوروا مولي عن دقت عود فم لحظه من اللحظات اللي خالط عليه ومولي زاد في حياته قد نقبلوها من ناحيه الالهام مثلا خاض على موقف وهذا الموقف غير من حياته هو كمحمد علي. سيدي قلت لي في لحظه من اللحظات ان قط حكمك كراه هناك طيت فتره طويله قاعد تقريبا انا قاعد تحرك تعاني من هذه الازمه ذهية والله. هذه جماعه اللي تجيك وانت اكيد اللي تعود قط كونت وحدين في هذا المجال شنو طبيعه تكوينها كلهم في طريقة التعامل مع كرة خصوصا في فترات كيف هاي الفترات اللي فيها السحاب وفيها الماء وفيها واغلب ضحايا دائما يعودوا ضحايا الكهرباء وضحايا كرة. شفت نحن قاعد بالنسبة نحن تكنسيهات التبريد والله مهندسين تبريد دائما مولي ما هم متعرضين ذاك من الكترستيه كامل. ما قاعد تعرضوا انت ذاك نار متين ما هو بس ما ذاك شن قالوا رتور عادي ما هو الضغط اللي عادي بالنسبة لهم هما بالنسبة لنا عادي يعني نحن كشغلتنا ويوميا يجينا حد الصبح يقول لنا انه شهيد بكل فخر هما نقبلهم يقبلوا قهات ويعدلوا السكرتير أيوة. اللي نورمالي ويقبلوا يعني خدمة اللي يمشوا عليها طبيعي. شو تكتب انا قدايرهم ذاك النهار؟ انا ما يطبعني حد ماني عملي في ذيك القضية قبل وبالتالي هو مهم نعرف طبعا مهم نعرف الطريقه اللي نتعامل معها به. اشتمولي نحن هو يقول لك خير اللي قبضه من كتره وخير اللي قبضه من الطرس يعني نيني قبضك وفوت يطرسك وفيت
انت عندك مودي فم روايه ما هات لا الحمد لله قاعد قلت لك دي روايه ما عندك اي مشكله دي. زين تعرفها تعرف قوتها تعرف قوتها وتعرف مودي وجسمك ما تم اللي يعرفها لا تعرفها كامل جسمك ما تعرفها وبالتالي سبحان الله العظيم جسم اللي يتعرف على مسألة عادي قد تتعامل معها تتعامل معها عادي وبالتالي هي صدمه ادت على انك قد والله يا غير بعد مودي فم الناس اللي الحمد لله لا بد من الوسائل سمعهم لا بد من الوسائل كامله يعودوا يعرفوا اللي يعدلوا في الكترستي عودوا مودي عملهم كان من رأيك كان الشخص اللي يتعامل معها خطورة هذا الموضوع كان قد يعدل كلمات الزهر وحده ما معها مرافق مثلا لا قدر الله هو رقاش حكم كرة ولا يعود وحده بالنسبة لي أنا نعدل كرة عدل كلمات الزهر وحده كلمات الزهرات قاع عيد تجي دار فيها حد عدله وحده والله مش الدار فيها خمس كلمات الزهرات أنا قاعد دائما من الناس اللي عمل حد ما نعرف والله حد ما نمكون وعده وهذا الموضوع تعرف عنه خطير هو ما هو خطير شفت العمل خارج شي من الناس ما تقدر تذكر ليش حيوان لدمي هو الخطير تذكر حيوان انا قاعد ما عيني الحيوان لدمي عليك لدمية من نفسها خطير عليك انت من نفسه هو مثلا لا قدر الله حد حكم كره واحده انا ما هو ما هو ما هو لا يكرد الدرجه اللي قلت لك فيها احنا عندنا كل دار اليوم عاد في ديسماتيك وفي دوجونكتور وفي موديلير ولا موديلر عاطي لامبيراج نورمال وعاطي روايات معروفين يعني زاد ما هو اللي يلحق مع هذيك المرحله زين هذا مهم عندي مشاهدينا الكرام ياك نوصل نعت لكم على سيدي قد يلحق مرحله من الاحترافيه اللي عادي قد يتعامل مع خطوره كره وعادي يرعاها سابق تلحقه عادي يعرف ان هذه نين يلسع كره عادي يعرف خطورته شنو كانوا ديركت كانوا رتوريا كانوا وبالتالي عادي يعرف طريقه التعامل مع هذا هذا ما معناه ان كل حد يبقى وحده في تعداد كره وتعداد الامور يقير سيدي يمثل الشخص المحترف اللي فات خال على قدر من الامور بما فيهم قاع على انه حكم كره اسبوع تاكي بها بكره استاذ احمد علي انتم كأي شخص اليوم نعتبره ناجح في الحياة وعندكم مهرجان ترانيم هذا المهرجان اللي ناجح أيضا رغم الصعوبات اللي خاض عليها ومازال ماشي فيها وأيضا مهرجان واكشوط الفيلم اللي أيضا خلطوا عليها أيضا وكنتم اللي في إدارته في مرحلة من المراحل شن هي اللحظة المفصلية في حياة محمد علي اللي كان قاعد فيها مع راسه وقال أنا يلا نوقف ذي الطريق يلا ندخل في الطريق الاخر يلا نعود شخص اخر مختلف ذكرنا لو اختينا نعيش معاك ذيك اللحظه على كل حال ماني موسع انه انا مثلا عن نابقه والله نادره هل عن جل غير بالنسبه لكم جل, جل 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 الشباب اليوم اللي يعتبر في الطريق الصحيح او لم اقول ناجح على الاقل ماشي في الطريق الصحيح فهم لحظة خلاته عنه يقير درجة مشي إلى ناحية أخرى أنا مرحلة من العمر توفيت والدتي رحمة الله علينا وعلي رحمة الله كنت يكسع على قار سعادي غير حكما أنا هو أكبر التركة بأخواتي وأخوتي أصغر مني وفي المجتمع الموريتاني وجداتنا رحمة الله علينا وعلى الجميع ما زالت حية غير توفاة والدتنا سابق جداتنا من والدتنا وقالت الشيبانية الكبيرة رانها مرأة عاد كبيرة عندها 70 سنة وذلك أنا ما يمخلي منات منتها يبقوا مع الراجل اللي هو والدنا أخواتي أصغر منهم ما مخليتهم أنا لابد يمشوا يسكنوا معايا أقلية المجتمع لعل تجي مرأة أخرى جديدة وتعود معها إلى معاملة ومشاو الطافلات وصغيرات كاملين مشاو الطافلات شوار الشيبانية كهلة كساعة نحن في القزرة وبقيت أنا مع الوالد عطيت نهارات لا مشي جاي يصوم ونرجع مرة قلت أنا ماني عاقل عند رجاجي خلي إخواته ما شات خلي إخواته ما شات يبقوا وراهم شعدل في دار ليتم تمونك يخليهم جايسين شيبانية ما يخصهم شيء يا غير قاع عادة شيبانية وتحتاج حد يعود معها تحتاج حد يعود معها يا حام أنا ذيك صار عدل كاتريام ممكن عدل كاتريام ليسا وقريت سنة صعيبة مشيت قستهم هما وقعدت معاهم في القزرة كامل الحال كامل ميسور إن شاء الله مع شيبانية ما قد خاصنا شيء وقطينا حسينا عن والدتنا قالت وفات يا غير ما عمرها هي ما يلا تعود تشتغل ياك مثلا تسير لنا احنا الجهد البدني ما تنقص وكل السؤال كل مره نطرحه من ترى كانت متابعة قرايتي صحيح مستواي زين نظامي ولا تميت متابعة قرايتي قد لا نجبر باكم تخلي شهاده شهاده
يا يعني عندي اخوات وعندي خوت وعندي من درا كان التركيه كانوا لا يقراو كيف القرايه اللي قريتها نو ماهم لا يقراو كيف القرايه انا كنت في اسره بوها وامها قاعدين وعلى مشينا شهر انتقلنا شهر مرحله اخرى عديت كاتريام صعيبه وعدت نجز ونمشي نشتغل والشغله ما يعرف حد العدل شنو المهم عندي عني رجع دحميس اللي ننجز نمشي دحميس نشتغل رجع في الليل عندي شي من الفضاء اولا ياك طافيلات خواتي قدو الصبح مع الصباح يطلعوا شو المدرسه صحيح اعطيهم باصهم اعطيهم صبوحهم الى اخر القائم عدلت ياس من الاعمال اللي نقولها ولي اول مره ما خالك حد قط حصريا علاقاتي علاقاتي ما في حد يعرف عني قطيت خط على حتى الطافيلات خواتي قد يعودوا ما قطعوا اول مره يسمعوها لي اول مره يسمعوها بكل فخر حصريا قايلهم لي بكل فخر بكل فخر كنت نقيس مارس 5 كي ومارس 6 نبيع زازو ديك الساعه زازو ما هو محرم زازو هذا اللي الابيض كنت نبيعوا للناس نجي نقبوا 200 و300 نشري بها شي من زازو ونبيعوا نحصل هنا 1500 ونروح قط مره من المراحل ان كاسير ولا قط حد علم عني ان كاسير يكون مره دخلت مشكله شوي مع واحدين كانوا ولايه بنضا وفي الشوفير دونك تعرف ان كاسير هو تنعطالو الفضاء وكان واحدين اللي يتبنضاو فيا وتكارتانو هما ما كانوا هما يخلصوا ولين لحقوا الشرطه حد لا يحسوا للدار عني انا قاع اخباري قاع من الشغله اخباري عندهم بيا طالع شو المدرسه لا ينقز من المدرسه ونمشي نقيس كراج عرفات ونعدل ان كاسير ديك الساعه كاتسان كاتات كابينه تاعتي مش كراج عرفات قايسين عرفات سيكتير 6 وعدت ان كاسير اذا هذا كامل ياكاش ياك على الاقل انا نقد وخوتي اللي صغار مني يقدوا يتابعوا هذه هي الاسباب هذه عدلت سنه انا عدل كاتريم ونعدل 5 ونجحت من 5 قايس باك في النهايه هو دونك الظروف الاجتماعيه تفاغا وفي نفس الوقت توفات دونك كنا شهور الكهرر جداتنا رحمه الله عقب توفات الشيباني رحمه الله علينا على الجميع اذا عندنا فريمون شمنش لا حكموني شمن الشاب التركي صراحه ديك الساعه ما فينا الكبار كاع حكم من حد كاملين يا غير هي المسؤوليه قلت اوكي انا لابد من نوقف قرايتيهم لين نوقف قرايتي ياكاش ياك قلت عيل الاسره ولا ياك قلت عيل الاسره وياك اخوتي يقراو ياك الحمد لله ولا انا ساعدني في الروايه وبدات في روايات ياك هما يقرأ الحمد لله اليوم قرأوا وهم اليوم يشتغلوا دائما نقولها هم اليوم يشتغلوا الحمد لله قال الله تعالى وقل اعملوا فسير الله ولا دونك هذه كانت بداياتي اللي ما قد حد علم بها كاع اللي ما قد حد علم بها في نفس الوقت انا كانت عندي مجموعه من المواهب الاخرين بس نقرا كان مهم عندي الرسم كان مهم عندي القناة كان مهم كنت كتابتي زينه لكن كان عندي ميول الفنون الاخرى بداياتي عدلت المسرح وهذا ملي كان هو زاد ملي شجعني على الكلام امام الناس شجعني على المخاطبه شجعني علي نتكلم عن بكل فخر وبدات تكوينات اخرى في مجال التنميه البشريه ومجال تقنيات الاتصال والتواصل مع الاشخاص واندمجت في النغراند كولين قال سوا سباريديكاتير وتطورت فيها من منعش عادي الى المكون الى المشرف الى منسق مشروع الحمد لله بديت على موريتاني كامل نسقت ياسر المشاريع اللي مموله من طرف المنظمات الدوليه كونت ياسر من الشباب هون في نواكشوط في الرياف وفي المدن اذا هذا كامل لحظه واحده عني لابد نتحمل المسؤوليه لاني ما نقدر نعود قاعد صحيح كان مهم عندي يعني تابع حياتك بشكل عام كان مهم عندي تابع دراسي كان مهم عندي نجبر شهادات يعني لك تعدلت ذو التركه اللي تحتي اخوتي واخواتي كانوا يقدوا لا قدر الله خسروا كانوا يقدوا ما يواصلوا قرايتهم وانا هو كنت اكبر حد ذيك الساعه كنت عني لابد نوقف ياك على الاقل انا بتزقرت قريت عندي قريه من شي 30 حزب وقريت شي من بنو عاشر وقريت شي من الالفيه ولا وكان مستواي يعني انسان ناضج كان مستواي المعرفي في المدرسه النظاميه غير متدني قلت عني زقرت وعلى الاقل عدت نقد عدت نفاصل بين الخاسر والصالح ذي الفرصه اللي جبرت انا مازال والدي مازالت والدتي حيه ومازالت الاسره كامله في بليده واحده هما ما جبروها لانهم انتقلوا من
أسرة اللي فيها والدتهم كانت رحمة الله علينا شهر جداتهم، بعد سنتين مع جداتهم ارتحمت جداتهم وليو بقينا شمن التركة وتور بقينا شمن التركة في قزرة. إذا لابد أحد يتحمل المس جميل ما شاء الله. مش هذا كلام كما شفته حديث الأستاذ محمد علي وحديث مذهم كامل، والهدف أيضا من نقل هذا الحديث من خلال برنامج بكل فخر ونقل أيضا هذه الحصريات للأول مرة يسمعوا أهله قاع هو ما بالكم أنتم مشاهدين الكرام. هذا دليل قاطع لأن الرقاج يا الله يتم دائما يوقف مع راسه ويتم يسبب أنه ما يقعد عاجز ولا يقعد عالة على مجتمعه. ومحمد علي كان هو المعيل الأسرة، وبالتالي كان هذه هي انطلاقته وكون نفسه. رأيكم شفتوه اليوم وعنده واحد من أكبر المهرجانات اليوم في موريتانيا ولله الحمد، الله يزيد ويبارك. شكرا سيدي. لا يتحول لك نختار هذا البرنامج نأخذ على جميع النقاط الإيجابي منها والسلبي منها، لأنها عبارة عن مجموعة من الأفكار وبحد ذاته يلا يعود عبارة أيضا عن نوع من التكوين ونوع من التحفيز على هذه الأعمال اللي نعرضه. سيدي شنو هي أبرز سلبيات روايات المكدرة اللي تعانوا أنتم منها في عملكم هذا اليوم، سواء مع الناس اللي تشتغلوا لهم سواء في أثناء ممارستكم للعمل بشكل عام؟ شفت بالنسبة للسوق أكثر شيء مكدرة عليكم؟ أكثر شيء مكدرة علينا احنا في السوق والله في ميدان العمل قاع بصفة عامة كتكنيسيان كمهندس التبريد بس سنتين والله ثلاثة يعاني منهم، يعاني منهم عن ذم نقص قياب مانع مانع من الجهات المعنية اللي هي الدولة، ذم نقص كبير فهمون بعض فاش يتمثل فاش. شفت نحن كنا ياطنا نعودوا نحن عندنا جمعيات معدلين هم على المستوى على واتساب، وعندنا جمعيين قال جروب الفريغوريس على مستوى موريتانيا يعني روابط تجمعكم توما رابطة اتحادية جامعتنا كاملين بحالة عن واحد منا قاعد شي خاسر اي رقاج هو منه تعاقبون بعد معروف بعد ومعاقب والله مولي معروف ولا يرجع للنادي الحق وسيا كان قار فم الدولة عندها نقص مانع من ناحية الورشات ما توقف علينا ولا حتى عند الوزارات ما نعدلوهم ولا يجونا ياسم الدمور كتكنسيان متخرج من معهد للدولة يأخذ بعد على الأقل الدولة بعد تقبل بعد بعض من الورشات يقول أنتم عندكم وزارة كذا لا يتم تعدلوا لها الصيانة بعد على الأقل تم يعود كل محل على مستوى الواسط معروف ماله وما عليه. يعني مهم عندكم انتم تحصلوا دائما على بروجيهات طبعا 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 احنا ما نعود حالنا ما 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 ما, ما, ما نعيش مواطن اليوم لا يجي يتعدل كلمات زيرو ويطلبك ويعطيك روايه عود تمهمك عندك ويعطيك مولي شمونك عندك قال خارج بعد نقص ترى كان هذه الورشات معترف بها في الدوله والله هي ورشات ذاتيه خارج خارج منهم شيء معترف به مسجل عندنا هم مسجل في وزاره البيئه وقطع عندنا معاهم لقاءات وقطع عندنا معاهم اجتماعات فيما يخص هذا الغاز اللي تعرف عنه مضر للبيئه وفاتوا عيطونا في اخباره عنه ما يعطوا تم يستعمل اللي هو ارفندي اللي هو اردوز بالضبط وعدنا معاهم مرش كيفته ومشينا معاهم وعدنا حملة تحسيس كبرها مولانا وجمعنا جميع المهندسين على مستوى نواكشوط وعلى مستوى الداخل يدبها سكنه والزويرات والأطار وروق والقوارب والشامي هذا ونواذيبه ومعدنا راعي هون مزاتي لحتى ساعة على أرض الواقع تشتغل الحمد لله يقارب ما فهم دعم لها للدولة. جميل طبعا كما قلت قبل ذاك وقت كان كما قلت في المقدمه كنتم عندكم فائده على الاقتصاد وعندكم فائده على المجتمع وظاهر مالينكم عندكم ايضا فوائد على البيئه حمايه البيئه من 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 كل الاضرار، وبالتالي هذه هي الامور السلبيه الوحيده اللي تعانوا منها هي لفت الانتباه لفت الانتباه هذه الورشات خصوصا المعترف به من هذه الورشات من ناحيه الكهرباء من ناحيه عنها قاعد قد حتى عن تعاوننا فيش احنا هذا عندنا الاجهزه نجيبوهم نعدلوهم في محلنا الكهرباء طال تطلع واعره لانك المكيف لا تقدي والله فريشيدير والله اي روايه لا تقدي فما تيها ياسر من والكراي والايجار والبلديه وحده الامور جميل. سيدي محمد ابراهيم والله شكرا جزيلا لك شكرا كنت ضيف معانا خفيف فخر اني نعود وبكل فخر والله وبكل فخر اني نعود في هذا البرنامج اللي شفته مثلني كشاب في الوطن ماني حارك عايش بلقمة العيش ومثل الناس اللي سبقتني ما فيها حد ما يمثل بكل فخر كامل من عند الكسكس من عند عمال النظافة من عند عنك شفت حلقات كاملة شايفهم بيا شفت برنامج يمثل المواطن البسيط اللي عايش لقمة عيش والعرقة ناظر نقولوا نحن
وهذا هو دور الإعلام، وهذا هو دور الإعلام اللي يعطوا دائما ذو المواهب والله ذو الناس اللي قاعمة وراء ما عالم بهم حد، يقال بعد حد عيط لهم بعد حسسهم ببسط شيء اللي هو الاهتمام بعد اهتمام تستاهل البرنامج. ما نقدر نقول لكم بكل فخر عنه بكل فخر. شكرا جزيلا استاذ محمد علي. كلمة أخيرة بعد هذه الساعة الملهمة، الساعة الجميلة، الساعة المليئة بالعبر، المليئة بالتحفيز، والمليئة أيضا بالمثابرة، والمليئة بالفخر. شكرا. قبل الكلمة الأخيرة لفت انتباهي قضية مثلا اللي يتحراهم هم من الدولة والوزارة. تكلمنا قبل عن قضية التكوين، وذا الجانب الآخر وجانب التمكين. إذا هاوش من الشباب تكونوا وفتحوا مجموعة من فتحوا ورشات، واليوم الحمد لله جيل كبير من الشباب متمكن. إذا نعودوا نقولوا يا ريت الشباب يرجع شور الأعمال الحرة والأعمال اليدوية عدلة، ويجبر التكوين ويفتح ورشاته. حتى مولي المؤسسات، مؤسسات الدولة يجب أن تشجع هاو الشباب اللي فاتحين ورشات. هم هذو واحدة من أي الوزارات اللي نتعدل معهم عقد عن الأعمال الصيانة هذا الجانب، جانب المكيفات كامل عنه تتعلق تتعلق بالورشة. هذا لا يعود عندهم، عندهم مثلا مردودية كبيرة شهرية مضمونة والسنوية مضمونة، ما كيف الأعمال الأخرى اللي ما هي مضمونة. هم عندهم إيجار وعندهم كراء وعندهم ياسر مسترجمات من الباب. إذا هو نطلبوا وزارة الشباب وزارة التمكين عنها النوع من الشباب اللي فاتح الورشات إذا هو عنها تحاول عنها تعدل معها عقود. بعض المؤسسات الدولة ياك يعود عندهم، ياك يعود عندهم مثلا دخل ثابت شهري سنوي، ياك يخليهم هم يتكونوا ويدفنوا. مسألة أخرى هي قضية 30 ثانية قضية بكل فخر. أنا شفتهم للحلقات الماضية وزيان وعندي، كنت نختار نعود في ثنتين منهم يا كاش نعود في ريت النظافة، لأني أنا خباري في الطبالي، خباري في الطبالي لأن عملي تطوعي، عملي تطوعي إن شاء الله. بليت ياسر، بليت ياسر من الأماكن العمومية والمناطق مع الشباب ولحد الآن مازلنا بعد. بالمناسبة الأسبوع المقبل لهم بالو أربع مؤسسات تعليمية في سيزيم تحضيرا، تحضيرا للسنة الدراسية. مسألة الأخرى، مسألة الأخرى قضية أجراج. إياك على الأقل عدن فاصل بين تورنفيس. أنا خامر في اللي قالوا ميكانيسيان وتي يدرك الليل نتوقف وتي. مثلا كان عندي صديق تهينه يعود لك راع مفشوش والله كذا والله السنيال طالع لي ما تفهم شيء، فرصة نترفن عليه وانت بلاسي التعبت وركعت بعدلها لطفيل خويا صغر مني. اي بريده اي وقت من الليل نقدر نترفن عليه ويجي تعود مساله بسيطه جدا الى اقصى درجه. الى عندك صديق عزيز بونا ما يدير تلفن ويجي كيس مبين معاه لا لا احترام كيس كيس مبين معاه لا لا احترام عندك بونا ما يدير تلفن ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال شكرا انتهز الفرصه عني نشكرك وميرسي. على كل حال اللي تعدل كامل في نوع من الجهد وفي نوع من الضبطه وفي نوع من الايمان، وهذا هو اللي هو الوطن يا جماعه وهو فرصه وفر علينا هذا. تقرا محمد شكرا جزيلا لك. شكرا ايضا لكم مشاهدي الكرام، وبهذا نصل الى ختام حلقتنا اليوم من برنامج بكل فخر. لقد راينا كيف يثبت المهندسون العاملون في اصلاح المكيفات ان العمل اليدوي ليس مجرد مهنه، بل رساله تحمل في طياتها العزيمه والصبر والإرادة. ورأينا مع ضيفنا الكريم مدير مهرجان ترانيم كيف يمكن للفن والعمل أن يتحدا في رسالة واحدة، ألا وهي أن الجهد هو منبع كل نجاح. مشاهدي الكرام، أيها الأحبة، للنظر حولنا أو ننظر حولنا لنعلم أن الفرص التي نملكها بين أيدينا قد تكون هي المفتاح لتغيير حياتنا. فالنجاح لا يمنح أو لا يمنح، بل ينتزع. مشاهدين الكرام، بعرق الجبين وبأيد لا تهاب التحدي، إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تقدير كل جهد نبذله وإلى الاعتزاز بكل مهنة تبني أو تبنى على الصدق والإخلاص. مشاهدين الكرام، لا تنظروا أو تنتظروا الفرص أن تأتيكم، لن تأتيكم الفرص، بل اصنعوها بأيديكم. المستقبل لمن يعمل وليس لمن ينتظر. فخورون بكم وفخورون بكل يد تبني
وتحافظ على كرامتها بعملها. إلى اللقاء مشاهدي الكرام في حلقة جديدة ومع أبطال جدد من أبطال الحياة اليومية. دمتم بخير وبكل فخر.